وبين جل وعلا أن هذا العبد أن عن يمينه ملكا وعن شماله ملكا يكتب الحسنات ومن عن شماله يكتب السيئات، ما يتلفظ من شيء إلا وهو مكتوب، إلا لديه رقيب عتيد يعني حاضر. وليس معنى ذلك أن الملك اسمه عتيد كما يتوهمه ويزعمه بعض الناس أو يفهمه بعض الناس، لا، عتيد يعني حاضر، ما يلفظ من كلمة إلا وهو يحصيها عليه.